لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الحوت. برج الحوت النهاردة عندهم القمر مازال في مواجهة برجهم لغاية الساعة 5:30 العصر، فمطلوب من الحوت عموما، لأن مش بس القمر اللي في مواجهتهم، لا ده فيه لسه الشمس وفيه عطارد، فمطلوب عموما من الحوت إن هم يتجنبوا التورط في أي نزاع أو في أي استفزاز هم في غنى عنهم، يحاولوا إن هم ما يسيبوش حد يستفزهم أو ما يستجيبوش لأي استفزاز، ويحاولوا يكونوا هادين في التعامل مع شركاء الحياة ومع شركاء العمل، وردود أفعالهم في الحركة وفي قيادة السيارة تكون يحاولوا يكون ردود أفعالهم هادية ويتجنبوا السرعة حفاظا على سلامتهم. في